نبهة فيك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، أقول لك أيها السعد، لست بالسعد، يا سعد الحريري، يا من بعت دماء شهداء لبنان وعلى رأسهم رفيق الحريري الذي بعت دمه، بعت دمه رب محمد، بعت دمه، وتخرج إلى الإعلام وتقول إلى الجيش اللبناني أن يضرب بيد من حديد ويدخل إلى شوارع طرابلس، فوالله والله خسئت أنت وجيشك أن تدخل إلى باب التبانة وتفعل المجازر. أنت تاريخك معروف، وشباب طرابلس تاريخهم معروف، أنت بعت شيخ الأسير في عبرة، وبعت دم أبوك من قبل، والآن تريد أن تبيع دماء شباب طرابلس الذين ضحوا بالغالي والنفيس من أجل إعلاء كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. فوالله ثم الله والذي رفع السماء للأعمى، وهذا قسم، والله ثم والله وهذا قسم، أقول لك كلمة عليك أن تضعها في أذن تفكر فيها. إذا حاولتم أو تغابيتم أنت وأتباعك بأن تعتدي على شباب طرابلس الذين فجروا في مسجدي التقوى والسلام، ماذا فعلت عندما كان الأطفال يحترقون في مسجدي التقوى والسلام والرجال آمنين في بيوت الله يصلون؟ الآن نسمع تتكلم على الإعلام عن شباب طرابلس، فوالله شباب طرابلس هم من خيرة شباب لبنان الذين رفعوا كلمة لا إله إلا الله، الذين رفعوا أهل السنة في لبنان. فوالله ثم والله سوف يكون يوم غضب، وهذا يوم الغضب لن يكون من أجلك أيها القابع في الفنادق، ولكن سيكون يوما غضب على مكاتب تيار المستقبل في طرابلس. والله لن ندع مكتب إلا وسنحرقه، والله لن ندع مكتب إلا وسنحرقه، وسنبيد أعلام تيار المستقبل وسنضعها وسندوس عليها بالأقدام. خسئت أنت وتيارك بأن تستهزئ بشباب الدبانة، والله خسئت، ورب محمد خسئت، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله.